طول عمرنا كنا واقفين وقفة رجالة، طول عمرنا، طول عمرنا كنا بنقول كويتشن كويتشن وغلط، وكنا واقفين وقفة رجالة. دخلنا البرايمري سكول، برايمري سكول المدرسة الابتدائية، وبرضو كنا بننطقها كويتشن وغلط، وبرضو كنا واقفين وقفة رجالة. ودخلنا برضو الميدل سكول، ميدل سكول، ميدل سكول مدرسة الإعدادية، وبرضو كنا واقفين وقفة رجالة، وكنا برضو بننطقها كويتشن وغلط، وكانت ماشية. يا أولاد اللي حصل، يا أولاد اللي حصل، ولا حاجة. دخلنا المدرسة الثانوية، هاي سكول ديبلوما، خدناها مدرسة الشهادة الثانوية العامة، وكنا واقفين وقفة رجالة يا أولاد. كانت كل البلد بتقول علينا رجالة، واقفين وقفة رجالة، وبرضو كنا بننطقها كويتشن غلط، سؤال غلط. كبرنا يا أولاد وما زلنا برضو رجالة. ودخلنا اليونيفرسي، يونيفرسي الجامعة، وبرضو بننطقها غلط، بنقول كويتشن غلط. محمد أبو سويلم قال لنا طول عمرنا ان احنا بننطقها يا اولاد كويتشن وبرضو غلط. كبرنا يا اولاد لحد ما قرعينا، وبرضو بنقول كويتشن، حسينا ان احنا غلط، ومعانا شهادات جامعية يا اولاد. اللي معاه باتشلر ديجري، باتشلر ديجري، واللي معاه ماستر ديجري يعني ماجستير، واللي معاه بي اتش دي يعني دكتوراه، وبرضو يا اولاد بننطقها كويتشن، سؤال غلط يا اولاد غلط. عرفنا بعد كده يا اولاد لما قرعينا ان هي كويشن، كويشن، اوعى تقول كويشن، اسمها كويشن، كويشن يعني سؤال. وخلي بالك لما ألبرت أينشتاين اللي هو اتولد في ألمانيا، قصة صغيرة كده برضه عشان تعرف يا اولاد ونتعلم منها، لما ألبرت دخل جامعة أكسفورد يونيفرسي، أحد الصحفيين قال له يا ألبرت، قال له يا نعم يا قلب ألبرت قل لي، قال له أنت معاك بي اتش دي، دي هاف ا بي اتش دي ديجري ألبي أينشتاين؟ قال له نو اي دونت هاف وان، نوبادي از كواليفايد تو جيف مي وان، ما عنديش واحدة، وما فيش حد أصلا مؤهل يديني البي اتش دي اللي هي الدكتوريت اوف فلسفي، PhD Doctorate of Philosophy، دكتوراه في الفلسفة. اوعى تقول question غلط غلط، اسمها question question. خد المثال دوت، I have a lot of questions are crossing my mind، عندي أسئلة كتيرة بتمر في دماغي وعايز اسألها. خلي بالك اوعى تقول كويتشن عشان غلط، اسمها كويشن كويشن. يلا كل عمرنا يا اولاد واقفين وقفة رجالة. يلا سلام.